إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت المرضى المصابين بالسكر من استخدام الساعات الذكية أو الخواتم الذكية اللي بتدعي إن هي بتقيس مستويات السكر في الدم. إدارة الغذاء والدواء قالت إنها شغالة على ضمان عدم قيام المصنعين والموزعين والبائعين بتسويق أدوات غير مصرح بها بشكل غير قانوني بتدعي إنها بتقيس مستويات السكر في الدم. إيه الحكاية بالظبط؟ خلينا نفهم أكتر من دكتور إيهاب مفيد استشاري السكر والغدد الصماء اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا استاذه جمانة، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني خلينا قبل ما نروح لموضوع الساعات الذكيه، بس خلينا نتكلم عن الابلكيشنز او التطبيقات الموجوده على المتاجر الالكترونيه انها بتدعي انها بتقيس نسب السكر. هل الكلام ده علميا مظبوط يا دكتور؟ في حاجات علميا متوافق عليها وفي حاجات مش متوافق عليها، لان لازم الاجهزه دي تكون دقيقه. معظم المرضى حاليا وخصوصا اللي بياخدوا انسولين بيعتمدوا على الاجهزه دي، لكن اللي متوافق عليه لغايه دلوقتي هي الاجهزه اللي لازم يعني تشك المريض ولو شكه بسيطه، لان دي هي اللي بتقيس اكيوريت بدقه كويس. احنا ممكن نقبل فرق حوالي 10% ما بين كل جهاز والثاني او ما بين معمل والثاني، حتى نفس طبيب المعمل لو عاد النتيجة مش لازم يطلعها نفس الرقم، في فرق 10. لو زاد عن كده هتفرق كتير قوي. يعني مثلا لو قلنا نتيجة طلعت 80، لو طلعت 70 مفيش خطورة يعني، إنما لو هي طلعت 50 يبقى المريض ده عنده هبوط سكر مزعج ولازم حد يساعده كده. الأجهزة اللي طالعة عن طريق الساعات دي لسه الاف دي ايه اللي هي الجهة المنوطة على الموافقة على أي دواء أو أي جهاز زي كده في أمريكا ما ثبتتش صلاحيتها. يعني أفهم من كلام حضرتك يا دكتور عشان السادة المشاهدين يفهمونا بشكل أوضح، إنه الأبلكيشنز أو التطبيقات اللي ما فيش فيها يعني طريقة إن هو زي ما حضرتك قلت شكة بسيطة عشان يقدر يقيس مستوى السكر في الدم، دي ما بتكونش دقيقة بشكل كافي. بس في جهاز، في ابلكيشن معمول، جهاز اللي هو بنسميه سي جي ام، ده الاسم العلمي، اللي هو بيقيس كونتينوس جلوكوز مونيتورنج. ده سنسور بيتحط تحت الجلد بيقعد في العيان 15 يوم. السنسور ده مرتبط بابلكيشن على الموبايل يقدر يعرف منه ان شاء الله كل دقيقه السكر شكله ايه. لكن غير الطريقتين دول مفيش حاجه تقدر تقيس مستوى السكر بشكل دقيق. اللي هو الجهاز العادي المتبع في كل الحتت، او عن طريق السنسور ده اللي هو مرتبط بجهاز وابلكيشن على الموبايل، ده مظبوط وساعات يبقى حتى كونكتد بالجهه اللي بتعالجه وتحذرهم او كده يعني. انما غير كده الساعات دي مش اكيوريت طبعا في تحديد نسبه السكر. طيب دكتور ايهاب، هل الموضوع بينسحب برضو على بعض التطبيقات او الابلكيشنز الموجوده اللي معنيه بقياس الضغط او النبضات؟ النبضات الى حد كبير بتبقى يعني شبه اكيوريت شويه. يعني مثلا يقول النبض مثلا 120 وواحد ماشي 130، دي ثبتت ان هي صلاحيه ان هي كويسه، لكنها برضو كاستخدام جهاز طبي في مستشفيات او حاجه زي كده غير مصرح فيها طبعا. انما بالنسبه اللي بيعملوا اكسرسايز بيبقى في اجهزه ساعات ومعتمده وكل حاجه تقول له هو وصل الهارت ريت بتاعه قد ايه، علشان مثلا احنا بنقول المريض امشي او يعمل اكسرسايز مسموح لك. دي دقيقه يا فندم. دي دقيقه. طيب يعني بما ان التكنولوجي كل يوم بتتطور يا دكتور، في ممكن يعني في المستقبل ممكن نشوف تكنولوجيز او يعني تقنيات تكنولوجيه متطوره تقدر تقيس نسبة السكر في الدم من غير فكرة انه الشك او انه القياس من خلال الجهاز اللي حضرتك بتقول ان هو بيتركب تحت الجلد؟ ده موجود في مصر على فكرة، السنسور ده، وده دقيق قوي. هو بس المشكلة دلوقتي في تواجد وسعر السنسور ده يعني. ان هو موجود وناس كتيرة قوي عندها ده، حتى بيبقى مستخبي يعني في كتف العيان مثلا او في بطنه. ده بيقعد 15 يوم يقيس كويس، وبيقيس 24 ساعه يعني، ممكن نقول له كل كام دقيقه يسجل قرايه وتتحط بعد كده على الكمبيوتر. ودي يعني العالم اثبت او الابحاث اثبتت ان هي قد تكون
احسن شويه من السكر التراكمي اللي هو بيقيس مستوى السكر في خلال 3 شهور. اللي بيقيس مستوى السكر خلال 3 شهور ده بيدينا مجموع قياسات السكر على بعضها في رقم واحد، انما ما يقدرش يقول لنا ان المريض ده اتعرض لهبوط سكر مثلا وهو نايم، او بعد الاكل بساعتين بيعلى، او السكر يبقى ثلثوجيات، ده ما يقدرش يقوله تحليل السكر التراكمي، ده بيدينا مجموع قياسات السكر هل هي على بعضها كويسه ولا لا. برضه ده تحليل ممتاز عظيم لان سنين قوي بنستعمله. لكن بقى في يعني قياس جديد اللي هو بسنسور زي كده، ان هو بيقيس على مدار 24 ساعه حاجه بنسميها جلوكوز ان رينج، او متوسط السكر ما بين 70 و180 قد ايه في اليوم. لو هو حوالي 70% من القياسات ده يعتبر كويس، يعتبر يعني دقيق اكتر، او ما يعرضش العيان لمضاعفات كتير. احنا مضاعفات مرتبطه بارتفاع السكر فترات طويله، ومرتبطه ايضا بهبوط السكر المفاجئ او الارتفاع المفاجئ. العيان مثلا مريض قلب يتعرض لسكر وصل 50 مثلا، ده خطر على حياته شويه. او مريض الشبكيه برضو لما بيتعرض لهبوط سكر كتير او يتعرض لارتفاعات كتيره مفاجئه، في ناس السكر الفاصل يبقى الصايم 120 130 فاصل يبقى 300، ده برضو مرتبط ببعض مضاعفات القلب والشبكيه. فاحنا لما بنديتكت بنشوف القياسات دي فيها ارتفاعات وانخفاضات، ممكن نغير للعيان طريقه العلاج بحيث تحقق له انضباط على مدار 24 ساعه في الرينج اللي بنقوله من 70 ل 130. طيب بعض مرضى السكر دكتور طبعا بيبقوا محتاجين يقيسوا كل فتره مستوى السكر عامل ازاي، ففي بعض الناس بيروحوا معامل التحاليل وفي ناس بتجيب جهاز عندها في البيت. هل الجهاز اللي موجود في البيت ده جهاز دقيق نفس النتيجه اللي بتطلع في معمل التحاليل؟ الاجهزه اللي موجوده حاليا بالتقنيات اللي هي النقطه بتتحط على طرف الشريط وخلال ثواني بيقيسها دقيقه جدا، وبنعتمد عليها في معظم الاطفال حتى اللي بياخدوا انسولين بجرعات متقطعه. دي مظبوطه جدا، وزي ما بقول لحضرتك يا استاذ محمد مسموح بفرق من 10 الى 15% بالكثير ما بين اي جهاز والتاني او ما بين اي معمل. دي نسبه بسيطه ومش مؤثره يعني؟ لا لا، مش هتأثر قوي في العلاج. مثلا سكر بقى 160 بقى 170، مش هو ده يعني. طيب الشيء بالشيء يذكر برضو، في بعض التطبيقات بتطلب مجموعه من البيانات عن الشخص ده وتبتدي بقى ايه تديله بقى بعض التحليلات سواء بالنسبه للسكر او معدل حرق او غيره مثلا، يعني يطلبوا الطول الوزن شويه تفاصيل كده يعني السن. هل التطبيقات دي برضو بتكون دقيقه في نتائجها؟ برضه لازم الطبيب هو اللي يشترك، لان مهما كانت الداتا مثلا شبه سليمه، لا طبعا يعني مثلا في مريض سكر ما يبانش ان عنده قصور في الشريان التاجي في الداتا العاديه، انما لو اتعمل له فحص معين يبين ان عنده قصور في الشريان التاجي. فده مثلا ما تقول له اعمل اكسرسايز على غفله ساعه ممكن يتاذي ويخش عنايه مركزه. هي لازم هي مساعده للشباب لكده، لكن المرضى بحقه حقيقي لازم تبقى عن طريق طبيب. في بعض مرضى السكر عندهم مشكله مثلا في ان ضربات القلب مش بتزيد لما يعمل اكسرسايز، ودي حاجه مهمه عشان توصل الدم، بسبب يعني حاجه معقده شويه بسبب تاثير السكر على الجهاز العصبي السمباتاوي اللي هو بيزود ضربات القلب لما الانسان يجري. لو الحكايه دي عند العيان ده متاثره، يعني الجهاز ده مش جهاز العصبي السمباتاوي مش شغال كويس، يعني نبضه ما بيزيدش اثناء الحركه، ده في منتهى الخطوره يجي على غفله يعمل اكسرسايز جامد. القلب هيعوز دم ضخ دم اكتر، وهو ضربات القلب ما بتزيدش وما بتوصلوش، ففي الحاله دي ممكن يبقى عرضه لمشكله او جلطه او حاجه زي كده. فكل ده لازم يبقى مونيتورد عن طريق طبيب، وخصوصا في المرضى اللي هم في حقه حقيقي مرضى. شكرا جزيلا دكتور ايهاب مفيد استشاري السكر والغدد الصماء.